السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا جدا ومميزة للبطاطا الحلوة. بجد لما تجربيها وتعمليها هتعشقيها جدا، ولادك هيحبوها جدا، وكمان هتلاقيها بسيطة ولذيذة كده وطعمها حلو قوي، وكمان طريقة مختلفة عن العادة. ايه تغيير عن البطاطا المسلوقة والبطاطا المشوية، هنعملها بشكل لذيذ جدا وحلوة. إيه لو أول مرة تشوفي قناتي على اليوتيوب، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو. شايفين جمال البطاطا وطعمها وريحتها حلوة قوي. زي ما اتفقنا هنعملها مع بعض بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة جدا، وهتطلع كمان مختلفة وتغيير حلو قوي. لما تجربيها مش هتبطليها. ويلا بينا على بركة الله نشوف مقاديرنا ونشوف الطريقة بتاعتنا. معايا كيلو من البطاطا، ولازم أنا اكون غسلها كويس جدا يا جماعه بالشكل ده ومنضفه. ومعايا كمان مكسرات حسب الرغبه، انا معايا جوز هند مبشور، ومعايا سوداني وبندق وعين الجمل، تمام. وكمان معايا كوبايه من السكر وكوبايه من اللبن. دلوقتي انا خدت البطاطا بتاعتي بشرتها على المكنه اللي هي زي البطاطس، زي مكنه الشيبسي اللي هي بتعمل الشيبسي كده، وهبشرها كلها. وكمان دلوقتي بجيب الصينية بتاعتي اللي انا هحط فيها البطاطا علشان ندخلها الفرن، وبمسحها بالسمنة كده وبعملها بالفرشة كده بالسمنة، بحيث اخلي الارضية بتاعتها ما تلزقش، تمام كده. وببدأ اخد البطاطا بتاعتي وبرصها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، وبوزعها بشكل متساوي الى حد ما، ما يكونش اماكن عالية واماكن لأ، فبوزعها بشكل حلو. إيه طبعا الطريقة دي هتخلي البطاطا وهي في الفرن تستوي كده، واللبن لما نيجي نوزعه يدخل في كل اجزاء الحلقات البطاطا دي، تمام. إيه بوزع البطاطا، إيه بقسمها نصين، وبوزع النص الاولاني بالمنظر ده بالتساوي، وبعدين الجزء التاني بعد ما بحط المكسرات. وهنشوف مع بعض دلوقتي بنعملها ازاي. تمام كده، انا هنا حطيت النص الاول ووزعته. ببدأ احط بقى المكسرات بتاعتنا حسب الرغبة. طبعا انا هنا حطيت جوز هند مبشور، وكمان زي ما قلت لكم سوداني وبندق وعين جمل، وكمان كسرتهم كده يعني مش منعماهم قوي، لا انا مخلياها ايه وسط، تمام. تقدري تعمليهم في المطحنة بس ما تزوديش قوي علشان ما تنعمش منك اذا مش حباها ناعمه زي، تمام. وبعدين بنرجع تاني نحط الجزء بتاع البطاطا المبشوره دي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بنوزع كل الكميه برضو، ولازم نساوي المسافات بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. جميلة جدا البطاطا، وكمان بتكون لذيذة ومغذية ومفيدة. احب اقول لكم ان انا هنا بشراها بطبقة القشرة الخارجية بتاعتها، عشان كده انا نبهت في اول الفيديو ان احنا لازم ناخد بالنا من غسيل البطاطا، نكون غاسلينها كويس جدا، تمام، عشان كلنا عارفين ان الطبقة دي بتكون مفيدة ومغذية، اللي بتكون يدوب تحت القشرة على طول. والبطاطا من الحاجات اللي ملهاش قشرة سميكة، بتكون قشرتها رقيقة جدا. دلوقتي معايا بولة بحط فيها السكر وكوباية اللبن، وهبدأ أدوبهم مع بعض بحيث السكر يدوب معايا، ما يكونش موجود حبيبات ويا البطاطا، تمام. وبندوبهم مع بعض حلو قوي، نتأكد ان السكر داب كويس. تمام جدا، هبدأ هنا دلوقتي اخد كوباية اللبن اللي دوبنا فيها كوباية السكر دي. وطبعا زي ما قلت لكم وبنتفق دايما مع بعض ان السكر ده حسب الرغبة، انا هنا السكر بتاعي المذاق بتاعه مظبوط جدا، اذا حابة ان انت تخلي السكر عالي دي حاجة ترجع لك، تمام. وبنبدأ نوزعه على البطاطا بالشكل ده. وكمان انا هنا هضيف معلقتين من السمنه على وش البطاطا كده، وبوزعهم وبفردهم بشكل حلو بحيث وهي بتتحمر يكون الوش بتاعها طري
وكمان بيدي طعم حلو قوي للصينية البطاطا. واذا حبيتي تستخدمي سمنة بلدي طبعا يفضل ويكون احسن، بيكون ليها بتعلي التست حلو قوي، بتكون جميلة جدا وكمان بتكون ريحتها حلوة قوي. انا مش متوفر عندي دلوقتي فاستخدمت السمنة العادي. وكمان احب اقولك اذا حبيتي تضيفي قشطة على وشها، دي حاجة ترجع لك طبعا. تمام، هنا ده الشكل النهائي للبطاطا بعد ما حطينا عليها اللبن والسكر ودوبناها. دلوقتي هتبدأ تدخل فرن محمي مسبقا على درجة حرارة عالية، طبعا بيكون الفرن سخن جدا. بطفي الشعلة اللي فوق وبسيب الشعلة اللي تحت بس اللي شغالة، وبحط البطاطا مباشر على الفرن من تحت على طول، مباشر على النار بتبدأ تغلي معايا. وكمان هنشوفها مع بعض بعد ما تطلع من الفرن، هتكون جميلة جدا ولذيذة جدا جدا، شكلها بجد يشهي. تمام كده، وهتستنى في الفرن، هتفضل معايا مدة بالظبط 35 ل 40 دقيقة. هتكون استوت معاكي وخدت السوا المظبوط جدا، وكمان اتشربت كل السوائل بتاعتها، وهيكون حواليها كده يعني يدوب صوص خفيف كده معسل جميل جدا جدا. ودي شكل البطاطا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها؟ زي ما قلت لكم اذا حبيت تضيفي قشطه دي حاجه ترجع لكم. انا عادي مش من النوع اللي بنحب الالبان قوي، فاستكفيت كده باللبن، حلو جدا كده. دلوقتي بنبدا ناخد منها ونشوف كده شكلها، شوفوا كمان العسل حواليها حلو ازاي، السكر بتاعها مظبوط جدا، شايفين؟ تحسوا كده ان هو مكرمل على وش حلقات البطاطا، جميل جدا. وكمان المكسرات بتاعتي طعمها حلو قوي، شايفين؟ تحسوا كده ان الصوص كده جميل جدا كأنه عسل كده، حلو ازاي؟ انا هنا يا دوب ما استنيتش عليها تبرد وحبيت اوريها لكم، شايفين شكلها؟ وبجد ريحتها جميلة جدا، طعمها جميل جدا جدا بالمكسرات، تحفة. اتمنى تجربوها بطريقتي وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، رأيكم بيشجعني وبيفرق معايا جدا يا جماعة، بجد جميلة جدا، اتمنى تجربوها. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي وبالهنا.